ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. الحقيقة ذكر الله هي كلمة واسعة جدا جدا جدا. الصلاة ذكر. نعم. تلاوة القرآن ذكر. نعم. حضور مجلس علم ذكر. سماع هالدرس بالإذاعة ذكر. أي شيء ترتبط به بالحق بالله. قراءة القرآن ذكر. ذكر وباب للسعادة والاطمئنان. وسماع القراءة ذكر. نعم. ذكر. مساعدة الناس. والعمل الصالح ذكر. العمل الصالح. وبحث بحث بالفقه أريته ذكر لله. الله أكبر. أي نشاط هدفه أن تعرف الله أو أن تعرف دينك هو ذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن القلوب هي ملك للرحمن عز وجل، ومن سار في طريق الله جعل الله السعادة نورا في قلبه. أبدا أبدا. في عنا جواب فردي وجماعي. نعم. هذا الإسلام بيطبقه إنسان وحده من بين 8 مليارات. نعم. بياخذ كل ثماره الفرديه بس مو الجماعيه. يسعد بشكل فردي. فردي. هلا اي امه بتطبق هذا الدين تنتصر على اعدائها. جميل. واقم امر الله فيما تملك يكفيك ما لا تملك. يعني الانسان احيانا بيكون ما في عنده سبب للقلق اطلاقا. في دخل جيد وفي مكانه اجتماعيه وبيته منتظم وزوجته واولاده. لكن في تقصير بعباداته. فيشعر بهم دائما. لذلك قالوا الهم أحد المعالجات الإلهية للتقصير. يعني ما أتقن صلواته مثلا، فاتته صلوات كثيرة مثلا، مشغول في الدنيا، ابتلاه الله بالهم. فهذا الهم نوع من التأديب الإلهي. فالإنسان حينما يشعر بالهم الشديد بيكون في تقصير بالعمل، ليبحث عن السبب. والبطولة دائما أن نكتشف السبب. وفي نص دقيق جدا ورد بالأثر: ما من عثرة، واحد ماشي وقع، أو اختلاج عرق، اضطرب، سيارة مسرعة كادت أن تدهسه، اضطرب، ولا خدش عود بسمار عمل له خط بإيده، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. أنا حينما أفهم هذا النص فهما دقيقا أشعر ما في عمل يمكن أن يقع على الإنسان إلا في حكمة بالغة. والبطولة أن أفهم الحكمة، لأنني إن فهمت الحكمة ربطت بين ما جرى وبين السبب الحقيقي لهذا الذي أصابني. فإذا تركت هذا الذي فعلته خطأ فسبب لي هذا الشيء الصعب، أكون قد استفدت من هذه المصيبة. لذلك من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. صار هو المصيبة. لما الله بيسوق لإنسان معالجة إلهية، معالجة نفسية، حتى يترك ذنب من الذنوب باعتبارها هي قضاء وقدر وهيك الحياة طبيعتها هكذا، ألغى حكمة هذه المصيبة. فكرة دقيقة. نعم نعم. يعني من الأصل أن يتمعن لماذا وقعت. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. صار هو المصيبة. نعم. الأصل إذا الإنسان حينما يتعرض إلى مصيبة وابتلاء أن يتوقف ويتدبر ما الذي حصل. أبدا. لكن هنا السؤال دكتور، هل يعني كل مصيبة لا لا أو هم أو لا غم معناها أنا هلا دخلنا موضوع ثالث. تمام. موضوع الثالث، الله المصائب خمس أنواع. مصائب تصيب الأنبياء فقط، هذه مصائب كشف ينطوي على كمال مذهل. هذا الكمال لا يبدو بالحال العادية. بيطلع الطائف مشي مشي، يدعوهم للإسلام يكذبونه، بل ويسخرون منه، بل ويغرون أبناءهم بضربه ويضرب ويسيل الدم من قدمه الشريف. يأتيه ملك الجبال يقول له: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يقول: لا يا أخي، اللهم هذه قومي إنهم لا يعلمون. هذا موقف، هي مصيبة، إنه يطلع مشي للطائف ويدعو الناس إلى الله، يسخرون منه، يكذبونه ويضربونه، ويمكنه الله أن ينتقم منه. يقول: لا يا أخي، اللهم هذه قومي إنهم لا يعلمون. إذن مصائب الأنبياء مصائب كشف فقط، كشف لحقيقة. معك سيارة 120 حصان
هي لا تبدو قيمة هالأحصنة بالطريق السهل ولا بالطريق الهابط، هي تبدو بخمس ركاب وعفش كامل والطريق صاعد هكذا وماشي على 120. حجم المحرك لا يبدو بالسهل ولا بالطريق الهابط. نعم نعم. إذا المصيبة الأولى للأنبياء كشف. والثانية للمؤمنين دفع ورفع، ماشي إلى الله بسرعة بطيئة، يلوح له شبح مصيبة بيقوم بيصلي قيام الليل، سبحان الله، يقرأ القرآن يوميا بغض بصر وغض حازم، فبعد مصيبة المصيبة ضعف استقامته، حسن صلاته بالله، يا سلام، أقرأ أذكاره. هي مصيبة دفع. هلأ عنده زميل بالدائرة أقنعه بالصلاة، أم صلى، ليش اكتفيت بواحد تقنعه بالصلاة؟ اقنع اثنين ثانيات. هي دفع ورفع، دفع بيرفع له سرعته إلى الله، ورفع بيرفع له عمله الصالح، معاني راقية لأبد الحدود. معاني المصيبة للمؤمن دفع ورفع فقط. والصنف الثالث دكتور؟ الثالث الكفار، ردع وقصم، المجموع صار كشف دفع رفع ردع قصم. غير المؤمن الله بيرحمه كيف؟ بيعمل له انذار اخير، يسوق له مصيبه. هذا غير المؤمن، فاذا كان فهمه فهم ديني وقف اخطاؤه انتهت العمليه، معناه حققت هدفه. فاذا كان ما انتبه بيجي القصم. فصافي عندي خمس درجات: كشف للانبياء، دفع للمؤمنين، رفع لاجرون، ردع لغير المؤمنين، قصم انهاؤه. الآية تقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لحنفوت بموضوع دقيق، أنه الأسلوب الإلهي لهداية الخلق خمس مراحل أو خمس أنواع. أول نوع الهدى البياني، أنت مرتاح قاعد ببيتك، أولادك أمامك، زوجتك تروق لك، ما عندك ولا مشكلة، تسمع درس بالإذاعة، تسمع خطبة بالجامع، تقرأ كتاب علمي عن الدين، بس هي مرحلة أولى الهدى البياني، وأنت بأعلى درجات الراحة والطيب والسعادة تطلع على قضية إسلامية. نعم. هي من الله عز وجل، بسمعك خطبة أحيانا، يلهمك أن تشتري كتاب معين عجبك عنوانه تقرأ، هذا الهدى البياني سيدي، وأنت ما عندك ولا مشكلة، متمتع بالصحة التامة والعلاقة الزوجية الطيبة والأولاد الأبرار، ما عندك ولا مشكلة. لو الموقف الكامل من الهدى البياني أن تستجيب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قطع الآية، الهدى البياني الموقف الكامل أن تستجيب. نعم. فإن لم يستجب الآن دخلنا مرحلة ثانية، التأديب التربوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طيب ما تاب، بيخضع للإكرام الاستدراجي. الإكرام الاستدراجي، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، دخل كبير ومكانة اجتماعية وسيارتين ثلاثة ومكانة كبيرة، المفروض أن يشكر بالهدى البياني أن يستجيب. نعم. بالتأديب التربوي أن يتوب، بالإكرام الاستدراجي أن يشكر. لا تاب ولا لا استجاب ولا تاب ولا شكر، صفي القصم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وأرجو الله لإخوتنا المستمعين أن نبقى في المرتبة الأولى، دعينا إلى الله فاستجبنا، سمعنا حقيقة دينية رائعة فطبقنا، استمعنا إلى خطبة متوازنة فتبعنا ما قاله الخطيب. هذا الهدى البياني. وإذا ما نجح الهدى البياني، في عنا التأديب التربوي. الهدى البياني استجابة، والتأديب التربوي توبة، والإكرام الاستدراجي شكر،
وآخر واحدة قصم. فرجو الله سبحانه وتعالى ألا نصل مع الله إلى آخر مرحلة. من يسير في طريق الله بهذه المعادلة دكتور يكون بعيدا عن الهم وعن الحزن؟ أبدا، بالعكس، إذا قال الله عز وجل فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، إله يقول هذا الكلام. نعم، هي الحياة الطيبة فوق الحزن، فوق الهم، فوق القلق، فوق المصائب، فوق أبدا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هاي الحياة الطيبة زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق للمؤمن. لماذا ربط هنا لنحيينه حياة طيبة بالإيمان وبالعمل الصالح؟ ربط لأنه من عمل صالح قلت وجوده في الدنيا العمل الصالح. نعم، فإذا أدرك هذه الحقيقة وعمل أعمال صالحة حقق الهدف. لكنها ممكن أب يستقبل ابنه آخر السنة معه جلاء ناجح نجاح متفوق، أخذ علامات تامة بمعظم المواد وفي شرح لأخلاقه العالية، ممكن يضربه لابنه؟ مستحيلة، ما في أب بالأرض يعملها. ابنك جاي آخر السنة معه جلاء، أخذ علامات تامة وفي ثناء على أخلاقه، بالعكس بتضمه وبتقبله وبتعمل له هدية. طيب، هي من عمل عملا صالحا، من عمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. نعم، أيام بيكون في عمل صالح هدفه السمعة، أيام بيكون مثلا قاعدين ناس بمجتمع في تبرعات لمشروع طبعا. إسلامي. فإذا لم يكن مؤمنا بالله لم ينفع العمل الصالح هنا. لا. طيب، سؤالي الدقيق هنا دكتور. بس عفوا، تكون دقيق معك. تفضل. إذا مو آمن بالله، ما له ملتزم، وقام قدم مبلغ ضخم، ما أحسن عبد من مسلم أو كافر. نعم، هو هذا سؤال. إلا وقع أجره على الله لو كان كافر في الدنيا أو الآخرة. يعني مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل أن تقوم بعمل صالح للبشر. تعمل تأمين طبي، أنت وزير مثلا. نعم. تأمين طبي لك في الدنيا مكافأة من الله بصرف النظر عن عقيدتك. لو كان غير مؤمن وغير مسلم وغير موحد لله، عمل شيء للأيتام زي بعض يعني. نعم. الناس اللي في الغرب دكتور يعمل للأيتام، يعمل للحيوانات، يأخذ أجره، يأخذ أجره في الدنيا. في الدنيا ما أحسن عبد. نعم. عبد من مسلم أو كافر. نعم. إلا وقع أجره على الله في الدنيا أم في الآخرة. نعم. بيجي قول ابن تيمية إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة. الدنيا تصلح بالكفر والعدل ولا تصلح بالإيمان والظلم. الدنيا لها حسابات غير الآخرة. إذن المعيار في الدنيا هو العدل. العدل. نعم. أبدا، وليس الإيمان هنا. لا العدل. فالعدل ولو كان مع الكفر هو خير من إيمان مع الظلم. جميل، لكن الأرقى أن يكون عدل وإيمان طبعا، كما كانت الدولة الإسلامية. نعم. في وقت. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والخلفاء الراشدين. نعم. فسادت كل الأمة. في الحديث الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الهم والحزن هو جندي من جنود الله عز وجل، هل لنا أن نوضح المقصود بذلك دكتور؟ لكن قبل أن أوضح ذلك فضل. أريد أن أغطي حالي تصيب الإنسان إذا ذهب إلى أوروبا أو أمريكا. بلاقي كفر وإباحية والمعاصي كلها محققة، وجماعة عايشين براحة كبيرة. نعم. وباستقرار وبدخل فلكي. صحيح. هي حالة. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هي حقيقة قرآنية. أما الإنسان يعرض عن سماع الحق كليا ويثقن دنياه فيقطف ثمن إتقان دنياه عطاء ودخلا كبيرا ومكانة عالية. فالإيجابيات في العالم الغربي إيجابيات أساسة إسلامية، عطوا للناس حقوقة، سووا تأمين صحي، سووا تعويض عمل، سووا مثلا تكافؤ فرص، سووا أشياء جيدة جدا بدافع ذكائهم. هذا يقودنا إلى حقيقة دقيقة جدا، أن العمل العبادي يلتقي مع العمل الذكي في النتائج ويختلفان في البواعث. فكل إيجابيات الغرب إسلامية دون أن يشعروا،
أعطينا الفرد حريته، أعطينا مثلا تعويض عمل كبير. نعم. يعني كتير في قصص بسمعها الحقيقة رائعة جدا. صحيح. هم استخدموا ذكاءهم، فإما العمل الذكي يلتقي مع العمل العبادي في النتائج. وكل الميزات التي يحظى بها الغرب اليوم لها مرد في تاريخنا الإسلامي، كل إيجابيات الغرب إسلامية. نعم. دون أي شعور. نعم. جميل. لا لأنهم يعبدون الله. نعم. لأنهم يعبدون الدولار من دون الله. نعم. أن تعبد الدولار ينبغي أن تقيم تكافؤ فرص، ينبغي أن تقيم يعني خصائص في المجتمع. يعني صاروا دكتور في سنن الكون فكفأهم الله. نعم. لهذه أبدا. طيب أعود معك دكتورنا لسؤالنا، هل الهم والغم هو جندي من جنود الله؟ أبدا. كيف يمكن لنا أن نفهم هذا النص؟ يعني إنسان أيام ما بيكون في عنده أي سبب للقلق. نعم. بس عنده قبض، هي المعيشة الضنك. أحد أنواع المعيشة الضنك ليس الفقر وليس المرض إطلاقا، ضيق القلب. لما قلنا أنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، في إنسان سأل عالم كبير قديما، ما بال الأغنياء والأقوياء؟ وين معيشة الضنك؟ اللي بيده كل شيء، يعني في يأكل أفضل أنواع الأكل بالعالم. كنت بغينيا، حاكم غينيا بيجي الأكل من مطعم مكسيم من باريس بالطائرة يوميا، فيأكل أفخر أكل في العالم، وساكن بأجمل قصر في العالم، ومع ذلك معيشته ضنك، لأنه ناقصه أن يتصل بالله عز وجل ويقيم منهج الله في الأرض. فلما غفل عن هذه الحقيقة أصبحت حياته لا تطاق. أنه في حالة اسمها السأم والضجر، وكلامي شوي دقيق. أنت كإنسان مصمم أصلا لمعرفة الله، إذا عندك نفس طبيعة لا نهائية. ما الذي يسعدها؟ الهدف اللانهائي وهو الله. ما دام الهدف هو الله أنت أسعد الناس. فإذا كان نفسك لا نهائية واخترت أنت هدف نهائي محدود وبلغته، شعرت بتفاهته وأنت فيه. هي حالة واضحة جدا. نعم. يشوف غني بعيد عن الدين، حياته مملة، أكل بأطيب الطعام وسافر لمعظم البلاد وركب طائرات واستمتع بالفنادق، بلك ما فيها شيء الدنيا. هي حالة تصيب الأغنياء إذا بلغوا أهدافهم، أو الأقوياء إذا بلغوا أهدافهم. نعم. أما المؤمن إن هو اختار الله، الله لا نهائي. نعم. فما من هو الشاب يلي له هدف أكبر منه؟ بس كلام مهم. بالتسعة وتسعين شاب هدفه أكبر منه، أما إذا كان هدفه أصغر منه وبلغه انتهت سعادته. نعم. بس حياته مملة رتيبة يومية. فالحل أنه الإنسان دائما يكون لديه أهداف وطموحات، وهذا حتى في الدين دائما يحاول أن يصل للفردوس الأعلى. إذا كان هدفه الله، شاب في التسعة وتسعين، كلامي دقيق، شاب. أنا بقول الشباب مو سن، مو عمر زمني أبدا. الشباب إنسان هدفه أكبر منه بكتير، بسعة. يعني الحقيقة المؤمن قد ما عاش إيمانه خلاه أسعد الناس. نعم. بده يقدم شيء لله عز وجل. والله أنا زرت واحد قال لي يا عمو أنا عمري 97 سنة، هو والد صديقي. نعم. درخت بابه بالعيد، قلت له الأخ محمد هون؟ قال لا والله مو هون يا ابني، بيطلع لنا عندك شي خمس دقائق. قلت له ايه. دخلت لبيته بالعيد، جاب لي ضيافة، قال لي يا عمو أنا عمري 97 سنة، ما شاء الله، عملنا مبارح تحليل دم كامل، طلع كله طبيعي، كله طبيعي، ما شاء الله. قال لي بس حقول لك، أنا والله يا عمو ما بعرف الحرام بحياتي، لا حرام النساء ولا حرام المال، أنا ربط طيبه. يتمتع بصحة تامة بالسبعة وتسعين ولا مشكلة صحية عنده؟ قال لي بس أنا ما بعرف الحرام بحياتي، لا حرام المال ولا حرام النساء. عندنا كان شيخ بالشام اسمه الشيخ عيد السفرجلاني، كمان عاش 97 سنة، كان منتصب القامة، حاد البصر، مرهف السمع، أسنانه في فمه،
فكان من حوله يسألونه: يا سيدي، ما هذه الصحة التي حباك الله بها؟ يقول: يا بني، حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. من عاش تقيا عاش قويا. ما المقصود حفظناها في الصغر؟ فقط حفظناها من حرمات الله ولا أيضا أخذ بالأسباب الدنيوية؟ لا، من الحرمات. نعم. ما زنى، ما كذب، ما سرق. نعم. ما دام حفظ أمر الله في الصغر يحفظ الله له صحته. والحديث واضح: احفظ الله يحفظك. تمام تمام. حتى في هيك نص حقول أنا أثر حتى أكون دقيق بكلامي. نعم. من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. ما في خرف يعني. سبحان الله. من تعلم القرآن، المقصود حفظ القرآن أو أن يكون أن تدرس القرآن. نعم. بس تفسيره. نعم. نحن في عنا قاعدة بالجسم: العضو الذي لا يعمل يضمر. الدليل لو أنه إنسان لا سمح الله كسرت يده. نعم. وجاب صنة وثلاث شهور بيروح اللحم كله بتدوب. فالعضو الذي لا يعمل يضمر. سبحان الله. شوف هلا المسلم بيصلي هلا الفجر ركعتين، في بكل ركعة قراءة، في سورة بعد الفاتحة، هذا نشاط فكري. هلا ركع، رفع، سجد، أول سجدة، الثانية، الصلاة وحدها فيها نشاط فكري. وكل ما كان في نشاط فكري الدماغ ينشط، تتوسع الأوعية بالدماغ. أذكر مرة جاء طبيب لامرأة مسنة وهي وضع الصحي تعبان كتير، قال الطبيب لأهل هذه المرأة: حاكوها. أنا والله ما فهمت عليه، شو علاقة الحكي في مع خسرة بالدماغ؟ شو علاقة الحكي؟ قال لي: الحكي بنشط الدماغ. أنا فهمتها فهم أعمق. لما أنت عم تصلي خمس أوقات، دخل المغرب، المغرب ثلاث ركعات تنتين فيهم قراءة، الثالثة ما فيها قراءة، دخل العشاء أربع ركعات، إجا الفجر ركعتين. أي إنسان بيصلي في نشاط ذهني دائم. سبحان الله. هذا النشاط الذهني هو صيانة للدماغ. سبحان الله. صيانة. سبحان الله. حتى في رأي ثاني. جميل. إنه واحد سأل طبيب: إذا الإنسان ما مات ولا بمرض شلون بيموت؟ لا اجته جلطة على القلب ولا فشل كلوي ولا تشمع كبد ولا 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 شلون بيموت؟ فكان الجواب: يموت بتصلب الشرايين. ما هو التصلب؟ لما القلب بينبض الشريان بتوسع، مرن. شو يعني مرن؟ مثل مطاطة يعني بتشد بترجع. فلما القلب بينبض بتوسع الشريان، لما بتوسع وهو مرن بيرجع مثل ما كان، أم صار قلب تاني الشريان. عمل ايدك على شريان هون في نبض بتلاقي. فمعناها انه في كل شريان معه مرونة. فلما الانسان بينام نوم مديد الفجر ما بيصلي، تبطئ حركة الدم بالأوعية. فإذا بطأت حركة الدم في الأوعية شو في ذرات دهنية تترسب على جدار الشرايين. فإذا كثرت هذه الذرات الدهنية على جدار الشريان بتصلب، ما بقى يتجاوب مع القلب، بيتعب القلب، بيموت الإنسان. القلب عم ينبض. واضحة تماما دكتور. والشريان مرن. سبحان الله. عن نبض توسع الشريان، لأنه مرن رجع قام صار قلب تاني، أراح القلب. فكل الشرايين تنبض مع القلب، وهي واضحة تمام. هلأ لما الشريان بينام نوم مديد 8 ساعات فلسحبة، بلا صبح بلا فجر بلا شيء، قام الساعة 10، النوم المديد بينزل حركة القلب لل 55. النبض الطبيعي 80 نبضة بالدقيقة، بيصير نبض النائم 55 فقط. لما صار 55 مشي الدم بطيء جدا. سبحان الله. لما مشي بطيء ترسبت ذرات الدهن على الجدران، لما ترسبت على الجدران أفقدته المرونة، ما بقى في مرونة، قام تعب القلب. أما هو كل الشرايين قلوب، أي شريان بالإنسان قلب آخر لأنه مرن. نعم. بيتوسع وبينزل. جميل. فلما ترسبت الدهون تصلب. فإذا واحد ما مات ولا بمرض بيموت بالتصلب بالنهاية. سبحان الله. طيب دكتور،
كلام بغاية الروعة والجمال. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أن أربط بهذا الكلام، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. نعم. لماذا كان الخطاب للمؤمن وتفسير الحديث في ظل سياق لأنه حلقتنا؟ مؤمن بالقضاء والقدر. أه. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. المؤمن مؤمن بالقضاء والقدر، المؤمن ما بيمرر المصيبة مرور عابر. نعم. ما بيقول هذا هيك الحياة، لا مو هيك الحياة. نعم. ما بيقول القدر سخر مني، لا مو هذا القدر. نعم. ما بيقول هذا مصاب مكتوب عليه من الأزل، كله كلام مو صحيح. أكثر تفسيرات غير المؤمن للمصائب غلط، يعني وما يهلكنا إلا الدهر. لا هذا مو دهر، بدك الدهر يوم لك ويوم عليك. هي كلمة اركلها بقدمك الكلمة. لا في هي بنت مسكينة ما انحظت، لا مو ما انحظت، إلا ما إلا شيء غير صحيح سلوكها. بس تعزي إنه ما انحظت، تعطي الحظ مفهوم آخر غير صحيح بالإسلام. ما في حظ، في توفيق إلهي وعدم توفيق. طب بس توضح، هل إذا مثلا فتاة لم توفق للزواج لنفترض، هل معناها لأنها أصابت خطأ؟ لا لا، بس ما تربطها بالحظ. لا مش بالحظ، ما تقول ما لي حظ، بس لا لحكمة من الله. لا أبدا، لم يأذن لها. أنا هذا الجواب. نعم. الشيء الذي لا يعجبني في حياتي هناك حكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وحينما يكشف الله للإنسان، أي إنسان، حقيقة ما ساقه له من متاعب في الدنيا، يجب أن يقول الحمد لله رب العالمين. يجب أن يذوبك الشمعة محبة لله على ما ساقه الله له في الدنيا. جميل. هذا القضاء والقدر. جميل. احنا في آخر دقيقتين دكتور، قول ربنا سبحانه وتعالى و يعني حثه لنا أن نكون من الذاكرين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. الحقيقة ذكر الله هي كلمة واسعة جدا جدا جدا. الصلاة ذكر. نعم. تلاوة القرآن ذكر. نعم. حضور مجلس علم ذكر. سماع هالدرس بالإذاعة ذكر. أي شيء ترتبط به بالحق بالله. قراءة القرآن ذكر. ذكر وباب للسعادة والاطمئنان. وسماع القراءة ذكر. نعم. ذكر. مساعدة الناس. والعمل الصالح ذكر. العمل الصالح. وبحث بحث بالفقه أريته ذكر لله. الله أكبر. أي نشاط هدف أن تعرف الله أو أن تعرف دينك هو ذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذن القلوب هي ملك للرحمن عز وجل، ومن سار في طريق الله جعل الله السعادة نورا في قلبه. أبدا أبدا. في عنا جواب فردي وجماعي. نعم. هذا الإسلام بيطبقه إنسان وحده من بين 8 مليارات. نعم. بياخذ كل ثماره الفردية بس مو الجماعية، يسعد بشكل فردي. فردي. هلا أي أمة بتطبق هذا الدين تنتصر على أعدائها. جميل. وأقم أمر الله فيما تملك يكفيك ما لا تملك. الثانية. نعم. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هذا الضعيف أنت نصرته، أطعمته. نعم. علمته، آويته. هذا هي لك مكافأة عند الله عز وجل من جنس عملك. كما أنك نصرت من هو أضعف منك ينصرك على من هو أقوى منك. الله أكبر.